السلام عليكم. إسرائيل استغلت الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتركيز الذي انصب على هذه الحادثة لتحقق تقدما كبيرا وخطيرا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ليلة يوم أمس. تفاصيل هذا التقدم تحدثت عنه العديد من الوكالات المهمة مثل وكالة رويترز، The Gazette، Gaza War Unit Tracker. وهذا التقدم يأتي مع دخول لواء نحال، لواء المشاة الإسرائيلي الذي يأتي من ضمن الفرقة 162 المكلفة بالسيطرة على مدينة رفح، دخل إلى مدينة رفح في 48 ساعة الماضية وبدأ هذا التقدم الإسرائيلي يبدو سريعا في رفح. وجاءت اللقطات اليوم أمس وما هو مصور من المواطنين الفلسطينيين في داخل مدينة رفح بهذا الشكل توضح لك شدة الاشتباكات مع تقدم الآليات الإسرائيلية واشتباكها مع الكتائب الفلسطينية التي تدافع عن مدينة رفح كما هو واضح. وكذلك كانت هنالك صور متعددة لهذه الاشتباكات، هذه واحدة من هذه الصور. في 72 ساعة الماضية كانت خارطة التقدم الإسرائيلي تأتي بهذا الشكل في مدينة رفح. إحدى أهم النقاط التي تقدمت لها إسرائيل هي محور فيلادلفيا كما نلاحظ، وليلة يوم أمس التقدم جاء باتجاه هذه النقطة، شوارع مهمة ورئيسية هي التي استهدفتها إسرائيل ليلة يوم أمس. إذا ما أخذنا هذه الصورة الواضحة من القمر الصناعي لنفس المنطقة التي كنا نلقي نظرة عليها قبل قليل، واضح جدا أن غازا وور يونت تراكر أكدت بأن الدبابات الإسرائيلية سيطرت على بوابة صلاح الدين ووصلت إلى كل هذه النقاط. وبالنسبة للجيش الإسرائيلي تمكن من تحقيق بعض التقدم البسيط هنا في شارع عمر بن الخطاب، ولكن التقدم الذي جرى ليلة يوم أمس هو في شارع عثمان بن عفان. هنا تقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى هذه المنطقة وسيطرت على سوق الحلال الذي يأتي في هذه النقطة، وكذلك أن الدبابات الإسرائيلية استمرت في التقدم حتى وصلت إلى دوار العودة كما تلاحظون. وهذا يعني أن إسرائيل ستأخذ عددا من الطرق وأصبحت أمام أهداف مهمة بالنسبة لها للتقدم في هذه المنطقة، وهدفها الرئيسي في حقيقة الأمر بالنسبة لإسرائيل هو الوصول إلى سوق رفح. هذا السوق هو الذي يعتبر النقطة الأساسية لأنها هي التي طالبت بإخلاء هذه المنطقة بأكملها من ضمن السوق، من ضمنها السوق من المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي بالنسبة لإسرائيل أصبحت أمامها أهداف مهمة. شارع عمر بن الخطاب، شارع أبو بكر الصديق الذي نراه هنا، وكذلك أيضا دوار النجمة الواضح أمامنا. وبالتالي بالنسبة للجيش الإسرائيلي واضح أن الخطوة القادمة التي من الممكن أن تكون هذه الليلة أو حتى في 48 ساعة القادمة أن تقوم إسرائيل بالتقدم على طول شارع عمر بن الخطاب كما تقدمت هنا في شارع عثمان بن عفان، وكذلك التقدم في نفس الاتجاه باتجاه شارع أبو بكر الصديق لتحكم السيطرة عليه، وبعد ذلك استغلال هذه الشوارع الرئيسية للوصول أيضا إلى دوار النجمة الذي قصفته كثيرا إسرائيل، قصفت الأبراج المطلة على هذا الدوار. وعلى هذا الأساس ستكون إسرائيل أمام طرق واضحة باتجاه هدفها الرئيسي ألا وهو سوق رفح للسيطرة عليه. ومن ثم بعد ذلك وبعد السيطرة على كل هذه المنطقة ممكن لإسرائيل أن تطالب بالإخلاء مرة أخرى، وإن كان هنالك إخلاء كبيرا أكثر من 800,000 مواطن فلسطيني بحسب ما أكدته الأونروا خرجوا أساسا من مدينة رفح. من الممكن أن يطالبوا بإخلاء المزيد من المنازل لما أو ممن تبقوا أو ممن بقي من المواطنين الفلسطينيين لكي يحققوا أيضا تقدما فيما بعد على طول هذا الشارع الذي نتحدث عنه، ولتأتي السيطرة واضحة بالنسبة لإسرائيل من خلال السيطرة على كل هذه المنطقة. بالتالي هذه نسبة كبيرة جدا من مدينة رفح على مستوى الشوارع الرئيسية، وكذلك أيضا التقدم باتجاه محور فيلادلفيا الذي يبدو تحت السيطرة بشكل كبير بالنسبة لإسرائيل. التقدم الذي تحقق ليلة يوم أمس باتجاه دوار العودة الذي نتحدث عنه هو يعتبر ويأتي لأسباب استراتيجية مهمة بعيدة المدى بالنسبة لمدينة رفح. بالتالي إذا ما لاحظنا هنا السيطرة الإسرائيلية، هم سيطروا على شارع صلاح الدين، كذلك على هذا الشارع وهو شارع العروبة،
تحدثنا عن محور فيلادلفيا، والآن بدأوا بالتقدم باتجاه هذه المنطقة أيضا وهذه الشوارع الرئيسية باتجاه دوار النجمة. بالتالي إسرائيل واضح بأنها تعمل عملا كبيرا هنا، هي تستغل هذه الشوارع الرئيسية والمهمة وهي شارع عثمان بن عفان وشارع عمر بن الخطاب التي تذهب من رفح مباشرة إلى خان يونس كما نلاحظ، أو هذه المنطقة طبعا إلى خان يونس طبعا بكل تأكيد. وبالتالي هذا القطع وهذا التحرك بالنسبة لإسرائيل واضح بأنها تبحث عن تقسيم مدينة رفح إلى قسمين، إلى منطقة شرقية ومنطقة غربية كما نراها بالقمر الصناعي هنا، يعني منطقة جنوبية ومنطقة شمالية ولكنها شرقية وغربية في حقيقة الأمر. وهذا يعني أيضا تقسيم الكتائب الفلسطينية الأربعة التي تدافع عن مدينة رفح إلى قسمين، كتيبتين هنا وكتيبتين هنا كما هو واضح، وبالتالي محاولة محاصرة وفرض المزيد من الضغوط على هذه الكتائب التي ستبقى لوحدها انعزلت عن سطح الأرض وتم عزلها على مستوى الدعم اللوجستي ودعم السلاح، لن يكون هنالك قدرة على إرسال الأسلحة وكذلك المقاتلين لهذه الكتائب التي تقاتل بشدة كبيرة للغاية وتقاتل بشكل كبير ضد الجيش الإسرائيلي، ولن تبقى لديهم إلا الأنفاق في عمليات التنقل وكذلك إرسال الأسلحة، وحتى الأنفاق مستهدفة من قبل الجانب الإسرائيلي. بالتالي إسرائيل واضح تريد أن تحقق الكثير من الأمور اللوجستية ألا وهي عملية محاصرة هذه الكتائب وشيئا فشيئا تطهير المنطقة للسيطرة عليها، ومن ثم البدء بالمنطقة الغربية. البدء بهذه المنطقة سيكون مهما خاصة وأن هذه البيوت الزجاجية التي نراها هي تعتبر نقطة ضعف بالنسبة للفصائل الفلسطينية، وضع الدفاع عن هذه البيوت الزجاجية صعب للغاية مقارنة بالحواري التي نراها هنا الموجودة من المناطق المكتظة بالبيوت والمباني وغيرها على مستوى حرب الشوارع وعلى مستوى فاعلية المعركة. الكتائب الفلسطينية طبعا بالنسبة لها هذه هي السيناريوهات التي ستواجهها، والمناطق المكتظة بالمباني هي الأفضل على مستوى حرب الشوارع. ولكن مع ذلك الفصائل الفلسطينية لا زالت تفاجئ الجانب الإسرائيلي رغم كل هذا التقدم في المناطق التي سيطرت عليها وأصبحت نقطة لانطلاق المدرعات والتعزيزات والأمور اللوجستية، ولا زالت هي تعمل خلف خطوط العدو، تعمل في مناطق هنا خلف شارع العروبة تقريبا الذي نراه هنا والذي سيطرت عليه إسرائيل تقريبا ليس بالكامل، ولكنها تعمل خلف الخطوط، وهذه مسألة ليست بالسهلة والهينة أبدا. على سبيل المثال ما نشر من أحد المقاتلين الفلسطينيين وهو يحمل هذه العبوة وهي عبوة شواظ كما هو واضح، ويخرج من هذا النفق فجأة، الهدف هي دبابة ميركافا، ويقترب منها ويصل خلف هذه الدبابة بمسافة قريبة للغاية ويقوم بنصب هذه العبوة، وبعدها يسحب الصاعق وينسحب بهذه الطريقة كما نلاحظ، ومن ثم يصل إلى النفق الذي يبدو بأن هذا النفق واضحا بأنه تحت هذا المبنى الذي نراه أمامنا، وبعد ذلك تم الانفجار وتأثرت هذه الدبابة كثيرا بسبب أن هذا أو هذه العبوة عبوة شواط تستطيع من اختراق الآلية على مسافة 60 إلى 65 سنتيمترا، وبالتالي هي تعطل الآلية بشكل كبير. وإذا ما أخذنا لكي نلاحظ ونحاول معرفة هل فعلا هم يعملون خلف خطوط العدو، ستلاحظ هنا بأننا أمام هذا المبنى على سبيل المثال واضحا مع هذا السطح المرتفع، وكذلك تقريبا نصف مبنى واضح، يبدو أن هذا المبنى قد ضرب بشكل كبير من قبل الجانب الإسرائيلي. هنا نقطة مرتفعة وتلاحظ هذا المبنى الذي يأتي بالخلف بمسافة، ويأتي القرميد طبعا واضحا يبدو لونه أحمر لكنه أيضا متضرر بسبب الحرب والضرب والقصف الجاري في هذه المنطقة مع مبنى أبيض آخر هنا. بالتالي إذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي إلى مدينة رفح مرة أخرى ونحاول أن نقترب من هذه المنطقة، سترى أن هذه العلامات التي حددناها هي تأتي في منطقة هي خلف شارع العروبة الذي نتحدث عنه بهذا المربع تحديدا. نتجه إلى اليمين قليلا وسترى أن كل شيء متطابق مع الصورة التي حددناها قبل قليل. نتوقف هنا وستلاحظ أن هذا المبنى إلى الشمال مع النقطة والسطح المرتفع واضح هنا، وأيضا هذا هو المبنى الثاني مع النقطة المرتفعة التي كانت واضحة أمامنا بالصورة، وهذا هو المبنى الآخر مع القرميد طبعا باللون الأحمر، وهذا هو واضح، هذا هو المبنى الأبيض. بالتالي واضح كل هذه
النقاط الموجودة، الأشجار وغيرها كلها مدمرة من قبل الجانب الإسرائيلي وتحولت إلى ثكنة عسكرية، والدبابة كانت متوقفة هنا مع دبابة أخرى كانت تقريبا متوقفة بهذا الاتجاه. وهذا يوضح أن هذا المبنى هو المبنى الذي كان تحته هذا النفق الذي نتحدث عنه، وظهر منه المقاتل طبعا الفلسطيني فجأة، وطبعا هذا المقاتل ظهر فجأة من هذه النقطة وقام بعملية الذهاب للدبابة الانسحاب منها ومن ثم تفجيرها بعبوة شواظ التي تحدثنا عنها بهذه الطريقة. بالتالي هنالك عمل كبير في نقاط لا تتوقعها إسرائيل، ونفس المنطقة كانت قد صورتها الفصائل الفلسطينية في حقيقة الأمر، وأنها كانت قد ظهرت من نقطة أخرى من الأنفاق تقريبا من نفق بهذا الاتجاه. بالتالي إسرائيل حتى وإن كانت تسيطر على الأرض صعب عليها معرفة أين تظهر هذه الفصائل الفلسطينية، وبالتالي هنالك محاولات استنزاف الضرب خلف الخطوط ومحاولة تحقيق اشتباكات هنا وهنا من أجل إطالة هذه المعركة بالنسبة للفصائل الفلسطينية، وذلك للاستفادة في حقيقة الأمر وكسب المزيد من الوقت في هذه المعركة والاستفادة من أي ضغوط سياسية أو ترتيبات سياسية جديدة. وفعلا بدأت تظهر هذه الترتيبات السياسية كما تحدثت العديد من المصادر، وأصبح شيء رسمي من عدد من الدول الأوروبية، منها ثلاث دول مهمة للغاية وهي أيرلندا والنرويج وإسبانيا، التي فجأة عرضت وأعلنت بشكل رسمي اعترافها بدولة فلسطين كدولة منفصلة مستقلة عن إسرائيل. وهنالك عدد من الدول الأخرى أيضا الغربية التي قالت بعض التقارير بأنها ستنضم إلى هذه الدول، والأسبوع القادم الثلاثاء القادم في 28 مايو سنرى اعترافا رسميا وأصدار وإنهاء المراسيم الخاصة والرسمية من هذه الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة. وهذا يعني أنهم ذاهبون إلى حل الدولتين، والولايات المتحدة الأمريكية إحدى الدول المرحبة والتي تدعم حقيقة حل الدولتين، لأن هذه الدول ترى بأن حل الدولتين هو حل لكل المشاكل ولكل الحروب التي تندلع بين فترة وأخرى على مستوى إسرائيل هي والفلسطينيين، وبالتالي لا بد من تحقيق دولتين في نهاية المطاف. طبعا الأمر أزعج إسرائيل لأن لم يكن هنالك أي استشارة أو نقاش مباشر مع إسرائيل، الدول فجأة ذهبت لتعترف بدولة فلسطين دون توجيه أي سؤال أو نقاش من إسرائيل وبالتالي أو مع إسرائيل. وبالتالي وزير الخارجية الإسرائيلي واضح جدا أنه أعلن بهذا الشكل وطالب واستدعى سفيرين من سفراء إسرائيل في النرويج وأيرلندا لكي يعودوا إلى إسرائيل منزعجة مما جرى. وهذا يعود بسبب أن هنالك تعقيدات، حتى وإن إسرائيل أرادت مناقشة هذه المسألة وحاولت أوروبا مناقشة هذه المسألة معهم، المسألة معقدة جدا، وذلك بسبب التطورات التي مرت بها فلسطين تحديدا. هنا تلاحظ أنت أمام 1947، هكذا هي الخارطة للسيطرة الفلسطينية. فجأة في عام 1948 لاحظ كيف تحولت الخارطة للضفة الغربية وغزة، وبعدها في 67 في حرب الستة أيام تحولت الخارطة وتقلصت السيطرة الفلسطينية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى مستوى السيطرة على الأرض ترى بأن الوضع قد تغير على مستوى السيطرة الإسرائيلية كما نلاحظ هنا، وإسرائيل أصبحت موجودة حتى في الضفة الغربية. بالتالي السؤال، ما هو الاعتراف الذي اعترفت به أوروبا؟ هل هي اعترفت بحدود 48 أم بحدود 67؟ هذا خلاف كبير جدا على مستوى الحدود، ما الذي تريده إسرائيل وما الذي يريده الفلسطينيون؟ هذه مشكلة كبيرة. وكذلك أيضا في نفس الوقت، من سيحكم؟ هذه هي أيضا مسألة مهمة. البعض يرى بأن السلطة الفلسطينية هي التي تحكم الدولة الفلسطينية، ولكن أيضا حركة حماس بعد سماعها لهذه الأنباء رحبت ودعمت هذا الكلام القادم من هذه الدول الأوروبية من ضمنها إسبانيا، وهذين طرفين طبعا مختلفين بكل شيء، هنالك صراعات بين الطرفين سياسية عالية للغاية. الآن في قطاع غزة كما نتحدث إسرائيل تريد السيطرة، وممكن ما بعد غزة هنالك كلام كبير عن أن من الممكن للسلطة الفلسطينية هي أن تكون موجودة وأن تحكم قطاع غزة، ولكن الفلسطينيين في قطاع غزة
قد لا يدعمون هذه المسألة بسبب أن شعبية السلطة الفلسطينية قد لا تكون بهذا الشكل الكبير كما هو الحال على مستوى الضفة الغربية بين المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي من الممكن أن نرى طرفا آخرا مختلفا، سلطة فلسطينية مستقلة مختلفة تحت إشراف دولي كما تحدثت بعض المصادر من طبيعة ما يخططون له في المستقبل لطبيعة قطاع غزة. بالتالي من سيحكم؟ هذه أيضا مشكلة. ولكن المشكلة الأكثر تعقيدا هي القدس. القدس فيها مشكلة كبيرة للغاية على المستوى الحدودي وعلى المستوى الجغرافي وما جرى لها منذ عام 1948 حتى يومنا هذا. هنا تلاحظ القدس كما هو واضح، هنالك ما هو داخل الضفة الغربية وهنالك ما هو خارج الضفة الغربية. في عام 1948 إسرائيل سيطرت على الجزء الأكبر من القدس وتحولت هنا القدس إلى القدس الغربية والقدس الشرقية. وفي 67 إسرائيل سيطرت على الضفة الغربية وطبعا بكل تأكيد سيطرت على القدس الشرقية، وهذا هو الذي دفع في نهاية المطاف الكنيسة في عام 1980 أن يعتبرون بأن القدس واحدة، ليس هنالك قدس غربية، ليس هنالك قدس شرقية، هي واحدة وهي عاصمة أبدية بالنسبة لإسرائيل. حتى وصلنا إلى عام 2017 ليأتي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ويفاجئ الجميع ويعترف بالقدس كعاصمة رسمية لإسرائيل، واتخذ قرارا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وإسرائيل في عام 2020 أيضا أعلنت بأنها تريد توسيع القدس بشكل أكبر، القدس الشرقية، وبالتالي قضم المزيد من الأرض عبر القدس. وهنالك يجب أن نعلم بأن المسجد الأقصى وكذلك قبة الصخرة، هذه مسائل تاريخية مهمة للغاية للمسلمين ولليهود للعرب وللإسرائيليين، وإسرائيل ترى بأنها تابعة لها. المسلمون يرون طبعا تابعة لها بسبب التاريخ الطبيعي والمعروف لهذه المنطقة المهمة للغاية. وبالتالي ما الذي اعترفت به أوروبا؟ هذا هو السؤال، هل اعترفت بالقدس كعاصمة لفلسطين أم العكس واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ويتم الترتيب على أساس هذه المسألة؟ لأن مسألة مشتركة بحل الدولتين لهذه المنطقة المهمة للغاية هي مسألة صعبة ومعقدة، وإسرائيل حققت الكثير من المكاسب بها. لكن الاعتراف بدولة فلسطين هي خطوة كبيرة وخطوة قد تكون هي الأكبر خلال هذا العام رغم كل الأحداث الكبيرة التي شهدناها خلال عام 2024.